سافر الفنان أحمد السقا إلى العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا لإجراء عملية جراحية في قدمه، حيث كان يعاني آلاما بها خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة بالغة في قدمه بسبب تكثيف تصوير مسلسله الدرامي ولد الغلابة. وكان الفنان أحمد السقا قد سافر إلى السعودية قبل أسبوعين تقريبا لأداء مناسك العمرة بعد الاطمئنان على ردود فعل الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسله ولد الغلابة الذي يعرض برمضان. بطولة الفنان أحمد السقا: محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي. إخراج محمد سامي. ودي كانت لقطتنا عن سفر الفنان أحمد السقا إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء عملية جراحية في قدمه. لو أول مرة بتشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بشكركم للمتابعة.